كلها معجب لحد البيت ومعاه بوكيه، ورد وقال لها أنا بحبك. مريم ما كانتش مصدقة نفسها، وأشرف كان مش على بعضه، وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه. إيه المقلب اللي عملته مريم في أشرف؟ وإزاي عرفت تستفزه؟ إيه اللي خلاها تعمل فيه كده؟ واللي ندمت مش هتصدق اللي حصل. مريم من فترة كبيرة نفسها ترد المقلب اللي عمله أشرف ليها لما اتجوز بمقلب أكبر يطير عقله. فضلت تفكر كتير لحد ما لقيته. مريم أجرت ممثل وخلته يمثل إنه معجب بيها، واللي ساعدها في ده صاحب أشرف. معجزة. نشرت فيديو للمقلب ده من البداية خالص، وقالت إنها محضرة له من قبل عيد ميلاد أشرف، ولكن محبتش إنها تنكد عليه فخلته لبعد عيد الميلاد. المقلب بقى بدأ بإن أشرف كان في الأوضة جوه، ومريم قاعدة مع أختها اللي ماسكة الكاميرا وبتصور التفاصيل، وفجأة الجرس رن. أشرف طلع يفتح، لقى صاحبه معجزة ومعاه شاب أول مرة يشوفه. وأشرف بقى ماسك في إيده بوكي ورد وقال أستاذة مريم فين؟ أنا مش مصدق نفسي والله إني شفتها، أنا بحبك قوي وإنتي مثلي الأعلى على السوشيال ميديا. أشرف كان واقف وسطهم يبص لهم وهاين عليه يديله بالبنية في وشه، وده لسه في أول كام ثانية بس. قدم لها بوكي الورد ومريم كانت مبسوطة. أشرف كان رافض يدخله البيت، ولكن صاحبه قال له عيب يا أشرف، ده انت أبو الكرم والضيافة. الشاب لسه بقى ما قعدش، وقام طلع موبايله وقايل لأشرف من كتر حب ليها حاطط صورتها على الموبايل. مريم بقى تسكت؟ لا، قالت له تخيل يا أشرف في حد بيحبني كده. صاحبه قال له أنت متضايق كده ليه؟ ده حب الناس يا جدع، ده بقى له أسبوع عمال يقول لي أنا عاوز أشوف مريومة. طلب يشرب شاي، مريم قالت له لا ده أنت تغدى معانا. أشرف في اللحظة دي كان واقف مشبك إيده في بعضهم وبيتفرج على المشهد الرومانسي ده، وسحب مريم من إيديها وخدها على جوه وقال لها بطال استفزاز، غدا إيه وشاي إيه؟ هي فضلت تهدي فيه بس بطريقة خلته يتعصب أكتر، لدرجة إنه دخل الأوضة وخرج عرقان جدا، وبدأ يتكلم مع الشاب بكل هدوء ويقول له منور. الشاب ده طلب إنه يتصور مع مريم ويعمل فيديو كمان تيك توك، لكن أشرف رفض وقال له اتصور معايا أنا، لكن هو قال له لا أنا عاوز مريم. مريم فضلت تهدي الأجواء، فأشرف يستفز أكتر لحد ما قال لها بطل استفزاز وادخلي جوه، وزعق كمان، لكن هي ما دخلتش ولسه بتاخد الموبايل منه عشان تتصور معاه. أشرف زقها فمريم دخلت ورا الستارة وما قدرتش تمسك نفسها من الضحك، وخرجت تاني لما عرفت إنه جاي من مكان بعيد، لكن أشرف ما قدرش يتمالك أعصابه وقال لها لو ما دخلتيش هخلي المنظر مش لطيف قدام الناس. بقى يطرد صاحبه من البيت ويقول له خد الواد ده واطلع بره، يجيبه يمين شمال، مفيش على لسان الشاب ده غير ان انا بحب مريم ومعجب بيها، وكمان كتب شعر من حبه فيها. الشاب ده بالاتفاق طبعا مع مريم ومعجزه استغلوا ان اشرف جاب اخره وقالوا له افتح لايف عشان يبين انه ازاي بيتعامل مع الجمهور والمعجبين، بس اشرف قال لهم لو ما مشيش هقفل الباب وكمان هتعرض لكم بالضرب. فعلا اشرف اتهور، وهنا قررت مريم تنهي المقلب وقالت له ده مقلب، ولكن هو زعل واتضايق. وفي لقطات مريم ما نشرتهاش في الفيديو وقالت انها ندمت انها عملت فيه كده، لكن في النهايه بطريقه الكاميرا الخفيه اتصالحوا، والفيديو بين قد ايه اشرف بيحب مريم وبيغير عليها، وده طبعا فرحها جدا. انتوا بقى رايكم ايه في المقلب ده؟ كانت طريقه مناسبه ولا لا؟